يا صباح الفل على العيلة الجميلة، معاكم نادي البطرس أجين. بنرحب حبايبنا مريان وريمون وميكو، أهلا بيكم حبايبي. النهاردة كان الرئيس السيسي بيجري على الكورنيش، بيعمل الجاجنج بتاعه، انتوا عارفين ان هو راجل رياضي. كان بعد الظهر كده، وهو بيجري على الكورنيش لقى واحد قاعد وايه قدامه شيشة كده، هو مستغرب ايه المواضيع دي، فراح له كده وقال له انت قاعد لوحدك؟ قال له قال له ممكن اقعد معاك شوية؟ قال له ايوه اتفضل، انا قاعد لوحدي وعاوز حد يقعد معايا. قال له طيب. فقعد معاه، قال له هو انت ايه اللي بتشربه ده؟ قال له ده حشيش، ده اللي بيسلطن الدماغ. قال له حشيش؟ قال له طب ممكن اجربه؟ خد. قال له بس دخلها واكتمها في صدرك وطلعها من مناخيرك. ماشي. بس انت يا سعادة البي شكلك كده محترم وراجل ابن عيلة وابن ناس، هو انت بتشتغل ايه؟ قال له انا رئيس جمهورية. قال له ياه كده على طول من اول نفس. باي باي.